FM. الكلمة ليك. سي سليم العزابي جاء في استمرارية على سي سليم العزابي، هو مستشار أول في ديوان سيد الرئيس منذ جاء سيد الرئيس منذ جانفي 2015، وهو كفاءة ومعناتها وخدم في مؤسسات دولية وخدم في تونس في القطاع المصرفي والبنكي، دونك يعرف الأمور، كان مدير الحملة متاع الرئيس، ولهذا عنده الخبرة الكافية وعنده المؤهلات الكافية وهو شاب. لكن هذه السنة وشهر اللي عداها في قصر الرئاسي مكنته بالتعرف عن قرب كما قلت أنت على دواليب الإدارة ودواليب السياسة الداخلية التونسية، يخليه مؤهل باش يقوم الدور هذايا. والديوان الرئاسي قبل ما يكون مدير هو فريق والفريق الكل اللي يشتغل مع بعضه، والفريق باش يكون المنسق نتاعه هو سي سليم العزابي، وإن شاء الله حاجة تكون باهية. أنا نعتقد والرئيس يعني يعتقد كونها إشارة باهية للشباب، إشارة باهية مع تعطى نوع من الشباب والحيوية للديوان الرئاسي، وهذا ما يمنعش كونه السي سليم عنده خبرة، تكونت له خبرة مهمة، راهو عام في الرئاسة قد 10 سنين في الإدارة، يعني تشوف كل شيء. الكلمة ليك.